Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, setelah tadi saya baca metode Artin, Arab dan Latin. Nah ini untuk ibu dan bapak yang sudah sedikit lumayan bisa baca Quran tanpa harus baca Latin. Tapi yang lainnya yang ingin baca Latin silakan dilihat yang di bawahnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا
أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Terima kasih.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.